كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله أن لا إله إلا الله الله أكبر. بأحر التهاني والتبريكات للمرأة المغربية الحرة بمناسبة يومها العالمي المصادف للثامن من مارس من كل سنة، تكريما تحت عنوان المرأة المغربية قدوة المجتمعات. معكم بشرى المرنيسي المناضلة الملقبة باللبؤة المغربية، وتحية الجميع لبؤات. يشرفني هذا النهار ولي فخر واعتزاز نكون مع هذه الهيئة الوطنية للمحبين لمحمد السادس نصره الله. بهذه المناسبة ديال 8 مارس عيد المرأة المغربية الحرة وجميع نساء العالم، كنقدم لهم تحية إجلال وحب وتقدير واحترام، والمرأة المغربية خاصة على المجهودات ديالها القيمة في أي مجال، تحية ليك والتقدير والاحترام. كنحيي المرأة المغربية خاصة المكافحة في أي مجال على العمل اللي كتقوم به، كنتمنى لك التوفيق والنجاح الدائم والمزيد من العطاء والصبر والاجتهاد. وتحية للمرأة بصفة عامة المكافحة كما قلت اللي أنجبلت لنا رجال أبطال لهذا الوطن الغالي، ودائما تحت شعار الله الوطن المليك. وتحية لولاد بلادي وبنات بلادي فيما كانوا داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. واحد الميساج للجيران ديالنا داك القارة اللي هوك، وما غاديش نعمم، يعني كاينين الناس السوء كما كنعرفوا، كاينين الناس مزيانين، غير بغيت نوصل لهم ميساج. كيعايرونا بالعبيد وبالعياشة وبالمطبعين، فكنقول لكم من هذا المنبر حتى انتم راكم مطبعين ومازالين تحت العبودية ديال فرنسا. وعاشت بلادي ولا عاش من خانها، وعاش سيدنا وحبيبنا وتاج راسنا محمد السادس نصره الله وإياده. احنا وملكنا جسد واحد وقلب واحد إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها، وهذا الشيء اللي ربونا عليه جدودنا، وغادي نبقاو كنبايعوا سيدنا. والله يبارك في عمر سيدي، والصحراء الغربية والشرقية والعيون عينية مغربية إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها. شكرا جزيلا لكل المشاهدين، وشكرا على سيد عماد اللي استضاف لنا هذا الحفل بالمناسبه ديال اليوم العالمي للمراه. ومن هذا المنبر هذا كنوجه التحيه وشكر وتقدير عرفانا للمراه المغربيه وقدراتها ومكانتها داخل المجتمع. اليوم نظمنا حفل بمناسبه اليوم العالمي للمراه، نحن الهيئه الوطنيه لمحبي الملك محمد السادس لفرع طنجه، نيابه عن الاداره واطرها ومنسقيها ومنخرطيها. اهنئكم بهذا اليوم السعيد، تحت عنوان المرأة المغربية قدوة المجتمعات نهنئ نساء العالم والمرأة المغربية خاصة. فتحياتي لكن جميعا، وأتمنى لكم الخير والسعادة، وكل عام وأنتن بألف خير وصحة وأمن وسلام. تحية خالصة لكل الشعب المغربي الوفي الحر، وتحية لكل الوطنيين والوطنية الأحرار الغيورين على بلدنا العزيز. ودائما تحت شعار الله الوطن الملك نحيي الشعب المغربي عامة، ودائما حياكم الله، وأتمنى لكم مسار موفق بإذن الله تعالى. وشكرا لصوت العدالة، كنحييو الاستاذ عماد اللي جا شارك معنا في هذه المناسبه، وكنحييو الاداره المركزيه ديالو بصفتهم غطاو لينا هذه المناسبه، وكنحييوهم وكنتمنوا لهم مسار موفق لجميع الرجال ونساء المغرب الاوفياء للعرش العلوي المجيد. بمناسبه عيد المراه الذي يصادف 8 مارس، كنحيي اي مراه مغربيه
اللي قدمت للبلاد ديالها أو للحياة ديالها بزاف الحاجات. كنقولوا لها تبارك الله عليك تبارك الله عليك. المرأة المغربية شرفت البلاد ديالها في ما مشات هي الأولى، في ما مشات كتجبرها هي القدوة ديالنا. فلذلك حنايا ما كنخصوا لا شيء غير هذا النهار بالضبط 8 مارس، بل العام كامل هو عيد ديالها. والنقطة الثانية كنقولوا بأن المرأة نصف المجتمع، لا المرأة هي المجتمع كامل. إلا ما كنتي المرأة راه ما تكونش أنت، وإلا ما كنتي الأم احنا بصفة عامة لما كنتي الأم راه ما تكونش أنت. منا المرأة لا في البيت ديالها ولا خارج البيت ديالها في المجتمع برا، كنقولوا لا تبارك الله عليك وشكرا بزاف وقدمتي بزاف الحاجات، شكرا ليك. وفي الأخير كنوجه تحية كبيرة للمرأة المغربية ولا المرأة في العالم بأكمله. وما نساوش نشكروا الهيئة الوطنية لمحبي الملك محمد السادس اللي استضفتنا اليوم في هذا الحفل ديالها. شكرا لكم بزاف والتحية للمرأة المغربية فيما كانت. شكرا.